كلنا ننسجم بعضنا البعض من أجل صحتنا، من أجل المستقبل، من أجل جيلنا القادم، حتى تبقى أسمائنا محفورة، يعني أنت وأنت كل من يساهم في مجالك، وبالتالي محفور في حجر التاريخ اللانهائي العملاق، نسميها حجر التاريخ، لأن يذكرك التاريخ من جيل لجيل لجيل. هذه بطريقة هذه نستطيع نجعل العالم أفضل، وتذكر المأسخ ليس مجرد الوقاية والتفادي من الأمراض وعلاج الأمراض كما توصلنا بهذا، أيضا في جوانب الصحة الشاملة، يعني الأمراض كلها تقع في جانب الجسدية، وكذلك البدانة جانب الجسدي اللي هي حيوية جسم الإنسان كلها، يعني منظر، يعني المنظر جميل ومناسب جدا، يعني نحن نريد الجميع يستفيد كما نحن استفدنا، وبالتالي تكون الرياضة هي تعتبر مفيدة بس من الدرجة الثانية. من الدرجة الأولى هو الماء ساخن، وتذكرنا لماذا هناك أسباب علمية تذكرنا عنها، النظام الغذائي يعني يعتبر من الدرجة الثانية، الدرجة الأولى هو الماء ساخن. إذا كل هذه تساعدنا في بحيث نعيش حياة أفضل، نحقق الصحة اللي جسدي كما أسلفنا، والعاطفية السعادة وحسن الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين بما السلام، وجعل العالم أفضل، الجميع ينسجم، الجميع تكاتف، الجميع تلطف، ومن ثم يعني في الصحة الثالثة اللي هي الصحة العقلية، زيادة قدرات دقة التركيز وزيادة الإنتاجية، الصحة الروحية، يعني فهم أنت متميز وأنت متميزة، بس ليس بما تنتمي إليه أفضل أنا غيرك، وهناك أيضا من في ما اختلف معك ينظر في نفس المجال بأنه أفضل أو هي أفضل أو هو أفضل، بس لماذا لا نجعل نكسر هذه الجسور، خلي تكون هذه الجسور تبنى بحيث أن الكل يقدر في آخر في مجال، سواء في انتمائه، في ثقافته، في عقيدته، في دينه، في لونه، نحن كلنا بشر، كلنا مخلوقين، لا يوجد إنسان أفضل من إنسان، لا توجد ثقافة أفضل من ثقافة، لا يوجد دولة أفضل من دولة أخرى، لا يوجد جنس أفضل من جنس آخر، لا يوجد دين أفضل من دين آخر، هذه حقائق نقولها هنا نتردد، ولا يوجد مذهب أفضل من مذهب آخر، كل إنسان متميز، لأن خلقنا نحن كل بشر كشعوب وقبائل، لنعرف يعني شعوب ما مجرب شعب قبلي فلان أو شعب فلان، لا، بمقصود أن جميع البشرية خلقنا بأن نكون نتعرف كل، لذلك حتى الشركات حتى الحكومات شوف في مكان واحد مختلف ثقافات مختلف ديانات مختلف أعراق كلما يكون في انسجام كلما يكون في وئام، وبالتالي يعتبر كأنها صورة عملاقة الإنسان، هذه الصورة العملاقة في اللي هو البازل بالعربي بازل، أوكي ممكن تشوفوا تترجموها بازل أو الغاز وليش بازل، كأن كلما تأخذ هذا البازل تحط في تلك الصورة تبدأ تستوضح الصورة بشكل أفضل، يعني الإنسان قال كمال لله، لكن الإنسان يكون هو يتطور بشكل أفضل ويعيش حياة أفضل ويكمل هذه كل جوانب الصحة، ويستطيع يزيد من تأجيته ويزيد من الدخل ويزيد من رفاهيته ويزيد هذه معنويته من خلال هذا الانسجام، وهو من خلال العولمة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هذه صورة جوية لمقر هذا المكان، يعني اللي هو فيرجينيا تيك كوربريت ريسيرش سنتر، و كل هذه الشركات الموجودة، هذه المباني على مساحة 180 هكتار في الدان، وعلى شكل كان مدينة كاملة، ولديهم مطار خاص. طبعا انا كما رأيت انا بالنسبة لي يعتبر افضل مكان حتى عن سويسرا، افضل
زرت سويسرا، جنيفا، وزيوريخ، وأيضا بلدان كثيرة في أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، ودولات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل تقريبا 25 ولاية. هذا كلها يعني كنت أزيد من يعني أزيد لي يعني جدد القرض من أجل في البنك، من أجل أسافر على أساس أكتشف العالم. وعندما وصلت لهنا فعلا وصلت إنه هو فعلا أفضل مكان بالنسبة لي لأسباب كثيرة، من حيث الشعب، شعب مثقف، شعب منفتح على الجميع، شعب يحب الانسجام، وأغلبهم الناس أكاديميين باحثين ومنظم يعني يعني كلهم يعني تابعين لفيرجينيا تيك بوليتكنيك ستيت يونيفرسيتي، وهي تعتبر الجامعات الراقية، والحمد لله تخرج فيها ولدنا قيس من بهندسة هندسة كمبيوتر، والحمد لله رب العالمين بدرجة سوما كوم لاودا، اللي تعتبر هي الدرجة أعلى درجة أكاديمية ممكن ينال بها أي خريج، يعني أعلى درجة الحمد لله، مرتبة الشرف. وبذلك الحمد لله نال نصيبه أن ينضم إلى شركة مقر رئيسي لشركة مايكروسوفت، الآن يعمل مدير برامج. ولذلك هذه مدينة متميزة من حيث كذلك هذا الفيرجينيا تيك كوربريت ريسيرش سنتر، فيرجينيا تيك لأبحاث المؤسسات، منسجم مع جامعة، يعني موجود في تقريبا 5 دقائق بسيارة، موجود في نفس المدينة بلاكسبورغ، منسجم مع بعض. فالشركات الموجودة هنا في نحن شركتنا أيضا موجودين هنا، وتنسجم مع الكادر اللي هو مع فيرجينيا تيك لاستفادة من كيف تحويل الفكرة إلى منتج. وتحديدا هنا في كوغرو، لأن كوغرو في كمان عملية التنسيق والتعرف على بعضهم البعض، يعني الموجودين هنا بعض منهم أكاديميين باحثين، ومنهم طلاب الذين يريدون يحول أفكارهم إلى كمنتج وتطوير الفكر، وبالتالي التحويل يعني، وكثيرين منهم كشركات بداية في أعمالها وشركات صغيرة. لذلك استفدنا كثيرا جدا، واستفدنا بحيث كيف نبني شركة، توسع الشركة، تحول كما البراند أو نقول علامة تجارية، تكون على مستوى بإذن الله تعالى، طبعا بالتوفيق وجلد قدراتي بإذن الله تعالى، تكون هي براند أو علامة تجارية عالمية اللي هو حقور فايتلايز. ومن ثم تتم هذه المشاريع التي خططناها، كيف ممكن نعرض هذه البشرية لأخذ السلفية أو تقول الدعم المادي، سواء بالاقتراض من خلال إعداد خطة مناسبة، أو من خلال المستثمرين كشركاء، أو بعض منهم مستثمرين الذين يريدوا يدخلوا في المشروع كتحصيل مردود، أو حتى متبرعين. يعني في بعض شركات كثير تأسست وتطورت، هناك بعض الذين تبرعوا، يعني سبيل المثال فيرجينيا إدوفا كوليدج أوف أستوباتيك ميديسين، يعني تبرع ب7 ملايين أسرة، يعني أسرة تبرعت، يعني هي أسرة تبرعت ب7 ملايين دولار لتأسيس هذه الكلية. يعني وبالتالي هناك أشخاص أثرياء، أشخاص عندهم إمكانية، أو أشخاص محبين الخير يدعمون الفكرة. أنا بشوف في فكرة تنفع للبشرية، فكرة تساهم في تطوير الأنظمة وتحسين الأنظمة، هناك من الذين يساهموا في تقديم الدعم. وبالتالي نحن ماشيين على هذه خطة استراتيجية بطرق مختلفة، كيف ممكن تبنى هذه المشاريع وتتوسع سواء في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوسع أيضا في دول أخرى ودول الخليج العربية ودول العربية وأفريقيا وأينما. بالتالي هي يعني هي خدمات يريدها كل إنسان في الكرة الأرضية، سواء صغير أو كبير أو غني أو فقير، الكل يريد يحقق الصحة، وهي الصحة المعاصرة، الصحة التي تعتمد على الصحة الطبيعية. وكما أسلفنا مرارا، الصحة مع البيئة منسجمان بعضهم البعض، لا صحة صحيح وهي صحة الجميع جوانب الأربع بدون البيئة النظيفة. والإنسان الذي يحقق الصحة الشاملة
يبدأ يلاحظ قيمة حفاظ على البيئة. كما ترون منظر رهيب جدا لفيرجينيا تيك كوربريت سنتر وبلاكسبرغ ككل، يعني شوف المنطقة الجبلية وتشوف المناظر رهيبة. يعني هي ليس مدينة سطحية، مدينة فيها جبال وقائمة كمان على ارتفاع يعني على موقع مرتفع، يعني لذلك الأجواء لطيفة والبيئة النظيفة جدا ومحافظين على البيئة بشكل. وبالتالي نحن وجدنا بأن هي أفضل مدينة عندما كنا نخطط نذهب إلى كاليفورنيا، لكن وجدنا أن لا، نحن مشروعنا مشروع ينسجم مع البيئة، وكاليفورنيا تأثر كثير جدا، البيئة تأثر كثير. وجدنا لا، نحن نريد مكان يكون، لأن أبحاثنا كلها مرتبطة وخطتنا كلها مرتبطة بالبيئة، فلا للصحة الشاملة بدون بيئة نظيفة، ولا بيئة نظيفة بدون الصحة الشاملة، يعني كلاهما كان توأم يعني. ونحن تحدثنا في هذا الشأن عندما توصلنا إلى اكتشاف الماء الساخن المصدر الوحيد الاستثنائي في خلق وتكوين كل إنسان هنا في الصحة وفي البيئة.